السلام عليكم خوتي، معكم فارس كما العادة، ضد الجهل ضد الماسونية. راكو تعرفوا كما العادة نهضروا على الأرض المسطحة. هذا اليوم نحط لكم من فوق تسقسوني أسئلة حول الأرض كيفاش جاية وأنا نجاوب عليهم سهلة أمانة. الهضرة قليلة وكونطر الجاهل، الجاهل جاهل والعالم فاري. خوتي انا يوم لو كان فاهمكم عفسا، انا كي قريت فيلم زيد بو ما قريتش، قروني هذا هو البروبلم، قروني ما قريتش. كنت حمار نتبع برك كبشي راهم اكو فاهمين، وكان قرونا من بكري بلي الارض مسطحه، وكان معك تقول دوكا بلي الارض مسطحه، انت قراوك بلي مدوره، راك تقول بلي مدوره واحد ما شاف. وانا يا شفت انا نتمعن، انا نشوف، نحب نشوف الارض مدوره والارض مسطحه وانت فاهم. خوتي كاين فرق بين كرويه ودائره، الارض المسطحه دائره جايه هكذا مدوره بصح مسطحه. دوك نحط لك الماب هكذا هنايا راك فاهم، ماشي معناتها كيما الخريطة قبالة يعني جاي مدورة، مام في الأرض المسطحة تقدر تروح من هذه الجهة هاي ليك، تروح من هذه الجهة وتروح من هذه الجهة راك فاهم. مسطحة واسعة كبيرة ما تخلاش. الماسونية خوتي يعرفوا يخموا بنعاني ديروا الأرض مدورة مكروية باش انت تحس روحك رخيص ماشي راجل راك فاهم. باسكو علاش الارض مدوره؟ قالوا لنا بلي الارض مدوره وكاين بزاف كواكب، وفي الكواكب كاين مجموعه شمسيه، وفي المجموعه الشمسيه كاين بزاف مجموعات شمسيه، وكاين ثقب اسود. كي تدخل داخل الثقب الاسود تلقى يونيفر وهدا اخر، كون وهدا اخر، وفي هذاك الكون تلقى ثقب اسود كون ما تخلاش الدنيا. مش انت تحس روحك هكذا صغير ما عندكش قيمه، تحس روحك بوبو بروتي. بصح في الارض المسطحه ما كان ني كواكب ني والو، كاين الارض القمر والشمس هذا ما كان افهم. انت يا هو محور الكون، انت تكزيستي من الاخر. خاطر الارض جايه هكذا كبيره ما تخلاش كبيره الارض افهم، والشمس والقمر هم هنا برك ماشي بعاد صغار، معناتها الارض كبيره على الشمس وكبيره على القمر. الارض والقمر مخدومين باش يضووا علينا الضوء برك، هذا ما صغار يدوروا في السماء هكذا صغار ان شاء الله بعد مي مي، والقمر ثاني مي فاهم، هذا ما كان صغار هو من فوق، احنا من تحت كبار كبير، احنا كبار يا قسامك الارض كبيره ما تخلاش راك فاهم. كاين منظمات سرية أريا 50 قريت عليها، كاين فيديا أريا 55 ولا ما على باليش، اكتشفوا كاين قارات وهاد آخرين ما نعرفهمش حنايا. انت راك في بقعة صغيرة هكدايا والله العظيم. مكوش تفرقوا بين سيدي وبالون افهم، البالون كروي والسيدي دائري افهم، سيدي مسطح طائري مدور بس مسطح هذا ما كان. الارض مدورة بس ماشي كروية، هادي باش استوعبتها انا وانت افهم. القمر والشمس مدورين بس ماشي كرويين، جغل لهم بعد من فوق قدير اوتنا. هذا بوبوح قال لنا تعاقب الليل والنهار كي ضلع النهار من وين. المهم دوك ندير لكم فيديو كيفاش الليل والنهار كيفاش كاينين، وكيفاش الشمس والنهار والليل كيفاش، وكيفاش زعما في بلاد وهاد اخرى عندهم صباح، وفي بلاد وهاد اخرى النهار الليل. دوك تفهموا كيفاش جاي هذا ما